اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد معنا النهاردة، وهنبتدي كده الفيديو على طول. معايا هنا المقادير اللي أنا هعملها، والحاجة معايا خضرة، معايا بطاطس مكعبات ورز، وكمان معايا بصلة مخرطها ناعم بالشكل ده كده، هنزل عليها بشوية زيت. أكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة، وهتتعمل كمان في حلة واحدة. حطينا الزيت على البصل بالشكل ده، يعني ايه، حوالي 4 معالق 5 معالق كده، لان طبعا هما دول اللي هيتحطوا في الوصفة كلها. هنا حمرت البصلة بالشكل ده كده، تغمقيها بس طبعا ما تتحرقش. اهي بالشكل ده كده، وطبعا ايدك تبقى فيها علشان ما ايه ما تتلدعش منك وتبقى مررة في الاكل. كده تمام. هنزل عليها بالبطاطس اللي معايا، ودي خطوة مهمة جدا، البطاطس تتحط معاها. وهوريها لكم دلوقتي تبقى ليه. اهي بالشكل ده كده، نقلب البطاطس. كمل الكمية اللي معايا، طبعا على حسب ما هتاكل، يعني على حسب افراد الاسرة عندك. الرز على قد ما هتعملي، والبطاطس زي ما انت حابة. تحمير البطاطس لما بتحمريها مع البصل والزيت بتدي لها لون حلو وطعم حلو، احسن ما تحطيها بعد ما تحط الصلصة او المية او اللي انت هتعمليها فيها. تمام. انا بديها تشويحة كده، شوف لونها بقى جميل ازاي، احط عليها الملح. شوية فلفل. حبة كزبرة وحبة كمون وشوية شطة لو حابة. حبة بابريكا اللي انت حابة تحطيه حطيه، الطعم اللي يعجبك. وكمان هحط شوية سكر صغيرين، حطيت شوية كمون وشوية كزبرة، ينزل كمان بحبة سكر ونديهم تشويحتين. اهم شوية سكر صغيرين خالص يعني. شايفين بقى البطاطس بقى شكلها عامل ازاي؟ احسن ما تحطيها نيه، بتفرق بجد في الطعم جدا يعني. بوريكم اللون بتاعها بقى كده، هي طبعا ما استوتش، هي خدت تقليبتين بس كده وخلاص. الهواء عامل عمايله. هنزل عليها بقى ب يعني حاجة ما فيش من الطماطم، يعني علشان عصرها بالشكل ده ما يجيش نص كوباية طماطم معصورة. لو بتحب الصلصة ممكن تحب تحط معلقة صلصة، بس انا ما بحبش الصلصة في الاكل، فبعمل طماطم فريش. هنزل بقى بالمية اهي. الاكله دي اللي هي مكموره البطاطس يا جماعه، اكله جميله وسهله وما بتاخدش وقت، يعني انا علشان بس التصوير بتاخد وقت معايا، لكن من غير تصوير بتاخدش 5 دقايق على في كله يعني. تمام كده. هنسيبها بقى تغلي، خدت غلوتين بس كده بالشكل ده. وهنزل بالرز اللي معايا، طبعا الرز بتاعك انت عارفه ميته وعارفه بياخد ميه قد ايه، بياخد سوائل قد ايه يعني. انا هحط كده، انا حطيت كده الميه بتاعته مظبوطه.
كانت ماما الله يرحمها هي اللي معلمانا احط الرز في النص علشان اعرف هيبقى كتير ولا قليل على المية، فاحطه في النص كده، فيعني ايه الاقي الرز باين من فوق كده اعرف ان كده تمام، لكن لو متغطي هيبقى الرز سايح جدا. هو كده ده ظبط معايا اهو، كده قاعد مظبوط. هننزل بقى بالخضرة اللي معانا كمان، عاملة ربطة كزبرة او اللي انت حابة تحطيه، كزبرة على شبت على بقدونس اللي انت حابة تحطيه. حطينا ربطة خضرة بالشكل ده كده، دي تقلبتين، ونسيبها بقى تستوي براحتها على النار، ظابطة ملحها وكله تمام. نسيبها بقى على النار كده بالشكل ده، هنغطيها. معايا هنا بقى جنبها هعمل بتنجان اللي هو المخلل، هولع عليه يستوى، وبعد كده نعمله نملحه وهنوريكم الاكل بعد ما خلص. انا عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها والله جميل، مع ان هي الاكله دي شتويه، بس عملتها يمكن بقالي سنتين ما عملتهاش. عملت جنبها سلطه، وده الزيتون والليمون اللي انا مخلاه معاكم، وده البتنجانه وبالشكل ده كده. اي حاجه ممكن تتاكل جنبها، جرجير، سلطه، خضره بتاع ده، كرات، بصل، اللي انت حباه جنبها تعمليه. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم، ونكون خفوف دايما عليكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.